ايه اللي جابك؟ خير؟ انا هجيلك سكه ودغري. انت جايز ما تعرفنيش كويس لحد دلوقتي، بس انا ما بكرهش في حياتي قد اللف والدوران. مين اللي قالك على مكاني؟ طنط وصيفه مش كده؟ ايوه ايوه يا حبيبتي، طنطك وصيفه. حاجه هعرف منين يعني انت فين وعايزه ايه؟ انا جايه اقول لك ان الطلاق مش اخر الدنيا، والرجاله اهي على قفا من يشيل. بس مشكلتك الوحيده معايا يا عايده انك سبتي كل الرجاله واخترتي جوزي. عايزه ايه يا دلال؟ يا عايده مش هنضحك على بعض، انا سامعاكي بودني الاتنين دول وانت بتتكلمي مع حد على التليفون عشان تاخدي فلوس من جعفر. تمام يا ستي، مش مشكله، كل ست من حقها تأمن نفسها. واديني خدت الفلوس وخسرت ابني. تقرا افكاري. انا وانت يا حبيبتي شربنا من نفس الكاس ومرينا بنفس الظروف، بس ورحمه ابوكي بلاش نبدا نشغل الاسطوانه دي، الودن مش مستحمله. انا عارفه عارفه انها لحظه قسوه كبيره قوي من جعفر انه يعمل حاجه زي دي، بس والله العظيم دي مش شخصيته خالص، محدش عارفه قدي. هو جعفر اللي عمل كده؟ الله، هو انت ما تعرفيش؟ لا عارفه. المهم انت عرفتي منين؟ هو اللي قال لي، وقال لي كمان حاجه غريبه عشان كده جيت لك النهارده. قال لك ايه؟ قال لي ان ناويلك على نيه سودا عشان الفلوس اللي انت قلبتيها منه. هلبسك قضيه يحبسك ويرجع فلوسه. بصي يا عايده، زي ما قلت لك في الاول انا هجيلك سكه ودغري. انا مش جاي اقول لك الكلمتين دول عشان خاطر سواد عيونك ولا فارق لي اصلا يحصل فيكي، انت عارفه ان انا اصلا ما بطقكيش. تمام؟ انا جايه هنا عشان خايفه على جوزي، خايفه يحصل له مصيبه من تحت راسك. امشي يا عايده، خدي القرشين وهربي بره مصر، روحي اي حته بعيده. وجودك هنا في خطر عليكي وخطر على جوزي، وانا بصراحه مش هستحمل يحصل له اي حاجه من تحت راسك. انا كده جبت النهايه وعداني العيب. شكرا يا دلال. على ايه يا حبيبتي؟ ما انا قلت لك مش عشان سواد عينك يكشف تولعي. انا بعمل كده عشان حياتي ما تبص. سلام.